طريق الإمارات قرب مدينة سيد الأوصال الجزائريين الرابط بين كربلاء وبغداد حتى ننقل إلى حب رسول الرحمة. هذه الأجواء، الصور المتعددة التي مجموعة قنوات كربلاء سيد الأوصياء، وهنالك الصورة للحرم الطاهر للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هنيئا للسائرين على طريق الإيمان وقلوبهم مالها بحب الحسين عليه الصلاة والسلام. هذا السير العار الذي نشاهده نحن وإياكم، موالين جاءوا لتجديد لرسول الرحمة وإلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهنالك الكثير من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التي تبين سبحانه وتعالى إذا أحب قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. الموالين الذين أتوا من كل حدب وصاق وخارج العراق جميع دول العالم حتى يزور سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. من يستطيع زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ولم يأتي إلى زيارته يعتبر هذا الإنسان هذا رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. فهؤلاء المحبين لتجديد العهد حتى يؤدوا رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. ننظر إلى ومكانة سبحانه وتعالى. هنالك حديث وارد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان يوم القيامة أين زوار يقوم عنق من الناس لا يحصيهم الله تعالى، فيقول لهم ما الحسين عليه السلام، فيقول يا ربي أتيناه حبا لرسول الله وحبا لفاطمة ورحمة له مما ارتكب لهم فاطمة والحسين فالحقوا بهم فأنتم معهم في درجتهم، الحقوا بلو لله فينطلقون إلى لواء رسول الله فيكونوا في ظله واللواء علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حتى يدخلون الجنة جميعا، فيكونوا أمام اللواء وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه. فهنيئا للحسين على هذه الكرامة وهذه المنزلة الرفيعة التي يحصلون عليها في الدنيا والآخرة. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في هذه التغطيات الحسينية، أنتقل إلى الزميلة ابتهاج وأرحب بها وأعظم الله أجورنا وأجوركم زميلتي ابتهاج. عظم الله لنا ولكم الأجر وأحسن لنا ولكم العزاء. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. هذه الحشود المليونية تلبي العبارات التي قالها الإمام الحسين سلام الله عليه، فهي حية منذ أطلقها الإمام الحسين وحتى يومنا هذا. فعندما نادى ألا من ناصر ينصرنا، هؤلاء لبوا النداء، وهذا النداء هو حيف الضمائر. ولا يقول إنسان عن نداءات الإمام الحسين وكلماته جافة وميتة إلا منافق فاسق مسلوب التوفيق. ولذلك ونحن في هذه المناسبة المليونية نحيي هذه الكلمات، بل هذه الكلمات تحيا في قلوبنا وتحيينا لنسعى إلى سيد الشهداء.
فرسالة الإمام إلى محمد بن الحنفية ومن قبله من بني هاشم لم تكن فيهم فحسب، فكأنها بعثت إلينا أيضا. ألا من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق فلم يبلغ الفتح، فهؤلاء يحاولون اللحاق بسيد الشهداء. نحن نلحق ونلتحق بسيد الشهداء من خلال هذه الزيارة، ونسعى إلى هذا النور وإلى هذه المشكاة. بالفعل صدق رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قال: الحسين سفينة النجاة، وقال أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أن سفينة الحسين أوسعها. الزيارة الأربعينية تترجم وسع وكبر هذه السفينة، فكم تحيرت العقول أنه لماذا تكون سفينة الحسين أوسع من سفينة أمير المؤمنين، أوسع من سفينة الزهراء. هذه التعبيرات هي تعبيرات مجازية، إنما التطبيق لهذه المقولة يتحقق كل عام من خلال المسير إلى سيد الشهداء، وكأنما هذه المناسبة عام بعد عام تقترب ليقترب المصاب ويعظم في قلوب الناس فيتحدوا. أعظم نداء ناداه أمير المؤمنين وأوصاه فينا أن اتقوا الله، عليكم بتقوى الله ونظم أمركم وأصلاح ذات بينكم، فإنه خير من عامة الصلاة والصيام. لا يعني أن نفعل هذه الأمور ونترك الصلاة والصيام، بل يعني أنه بالإضافة إلى صلاتنا وصيامنا علينا بتقوى الله ونظم أمرنا وأصلاح ذات بيننا. هذه الوحدة مطلوبة، وهذه الوحدة تبث من الله عز وجل في قلوب الشيعة ليتحدوا، اتحدوا على كلمة الإمام الحسين وما أمر به الله وبعثه الله في قلوبنا، حرام علينا أن نخالفه. لذلك أن نخالفها عفوا، لذلك علينا أن نحافظ على هذه الوحدة ونحافظ على هذا الاجتماع، وأن تكون نظرتنا واحدة وهدفنا واحد، وهذه الهدف وتلك الغاية التي نسعى إليها تحقق الظهور بإذن الله عز وجل. لذلك سعت أيضا الأمانة والعتبة الحسينية المقدسة إلى عمل دعاء جماعي تكون الإجابة تحت قبته كما وعد الله عز وجل، تكون في الحرم الحسيني بعد صلاة الظهر يوم الأربعين وبعد صلاة المغرب يوم الأربعين، وكذلك نناشد العالم حيث سيكون البث مباشر عبر قناة كربلاء الفضائية إلى جميع المشاهدين في كل العالم، الاستعداد للدعاء الجماعي. لا يكون في هذا اليوم فحسب من قبلنا، بل علينا في هذا المسير أن نستنفر ونستثمر هؤلاء الجموع للدعوة الجماعية لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف لتعجيل الظهور لمولانا صاحب الأمر. فنقول يا إمامنا ويا مولانا يا صاحب الزمان، قد حققنا هذا الاجتماع في القلوب، عسى أن يكون الأمر قريبا. لذلك ونحن في هذا المصاب نجند إعلاميا لحث هذا الجمهور إلى تحقيق ما أوصى لنا أهل البيت عليهم صلوات ربي وسلامه. عسكر والطف له منبر، يا حسين يا حسين يا حسين، عيدي ميدان الحرب إذا ما عجا صيدي أبطال في ساحات الهيجا، سيفي سيسد العالم فج الفجا، طعن في الحومة مثلي لا يرجى، وعلى هام الفرسان ساطوي السرجا، لن يلقوا إلا الموت لديك من جاء. ذكراك أحييها يمناك، أبديها وعداك أفنيها، إني الأكبر. ذكرى أحييها يمناك أبديها.
تدفنيها. من لا يعرف حيدر سيرى شبل القسور في الحرب إذا يزأر يرمي أهل المنكر بفم الموت الأحمر. لما أبرز لن أطبق أجفاني عيني بين الحرب وخدر الأحزان وعيون إمامي عن بعد ترعاني ويواسي صبرا قلب الأم الحاني وأنا الموت على عباد الأوثان لو يروى سيفي ضامن صاح سناني. يدرون ذا سيفي مقرون بالحتف مسنون للطف يدرون ذا سيفي مقرون بالحتف مسنون للطف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه قطيع الكفين وعلى أخته الحوراء زينب وعلى زوار الإمام الحسين. مشاهدينا الكرام، كما ذكرت زميلتي ابتهاج وتحدثت عن أهمية الدعاء الجماعي بتعجيل الفرج لمولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذا الطريق، أيضا نستثمر هذا الطريق بعكس أخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كل من يسير في طريق يا حسين تنعكس عليه أخلاق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فهذا الطريق فيه تقوى، فيه ورع عن المحارم، وكذلك فيه توبة وتجديد عهد وإصلاح النفس. كل شخص موالي اليوم يسير في هذا الطريق وقد جاء حتى يزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يستثمر هذه الزيارة بإصلاح نفسه أولاً. اليوم نحن عندما نريد أن نكون من أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، عندما نقرأ في الزيارة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً، نعم لم نكن في ذلك الوقت ولم نستطيع نصرة الإمام الحسين، نستطيع في هذا الوقت بأن نكون من أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهو المصلح الذي سوف يكمل ويكمل مشروع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ويأخذ بثأر الإمام الحسين ورسول الرحمة وبثأر أمير المؤمنين وبثأر سيدتي ومولاتي الزهراء عليها الصلاة والسلام. فعلينا أن نستثمر هذا الطريق بإصلاح الذات، إصلاح النفس. كلنا نخطأ لكن علينا أن نصحح هذه الأخطاء، أن نعود ونتوب ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. باب التوبة مفتوح للجميع، مفتوح في أي وقت، صباح المساء في أي وقت مفتوح هذا الباب وهو باب التوبة، لكن يجب أو بشرط أن تكون هذه التوبة خالصة لله سبحانه وتعالى والعزم على عدم العود لارتكاب هذه الذنوب. أيضا عندما نقول لبيك يا حسين، هذه الكلمة ليست فقط كلمة نرددها بلساننا، يجب أن يكون هناك اعتقاد في الداخل، يخرج هذا الصوت ليس ينطقه اللسان بل يخرج من القلب. عندما أقول لبيك يا حسين يعني لبيك يا حسين لبيك يا حسين بطاعة الوالدين وبر الوالدين وعدم عقوق الوالدين. لبيك يا حسين تعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لبيك يا حسين بأن تكون شجاع في قول الحق. لبيك يا حسين
حسين بأن تلتزم بأوقات الصلاة، لبيك يا حسين، بأن لا تغش، لا تكذب، لا تخطب الآخرين، لا ترمي على الناس بالبهتان والأكاذيب، لبيك يا حسين بأن تقوم بإصلاح نفسك وغيرها من الأمور التي دعا إليها الإسلام. فعندما نصلح أنفسنا قد هيأنا القاعدة لظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يقول رضا الله رضانا أهل البيت. نحن عندما نلتزم بالأخلاق الحميدة، بالأمور التي أوصى بها الإسلام وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، قد كسبنا رضا الله سبحانه وتعالى، قد قوينا العلاقة فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وأيضا سوف نحصل على رضا رسول الرحمة وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فبهذا قد كنا زينا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. دائما لازم نتذكر هذا الحديث عندما يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. عندما يكونون هؤلاء الروافض، يجب أن تكون هذه الكلمة تنطبق علينا بالقول وبفعل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهذه انتقالة إلى الزميلة ابتهاج. شكرا للزميلة سعاد، جزاك الله خير الجزاء على هذه الكلمات. نعم، ولبيك يا حسين، لبيك لإصلاحك. ما هو الإصلاح الذي أراده الإمام الحسين؟ عندما نميت هذه الكلمة من كلمات الإصلاح، نجعلها فقط في الصلاة والصيام والأخلاق فقط، نكون قد أمتنا القضية الحسينية. الإصلاح الذي أراده الإمام الحسين ليس فقط مسألة إصلاح الأنفس أو إصلاح الحال، بل هو إصلاح الدين. الدين في خطر، الرسالة نحت منحاً منحرفاً عن نهج رسول الله صلى الله عليه وآله، والحسين دلنا على الصراط المستقيم، فتعددت السبل وقد برز الشيطان وقوى حزبه وسلبوا الخلافة. فهنا يبين الإمام الحسين سلام الله عليه أي سبيل هو سبيل الحسين، وأي سبيل سبيل من قتلوه ومن خالفوه ومن خذلوه. لذلك سبيل الحسين سلام الله عليه الإصلاحي امتد حتى يومنا هذا، وصار سبباً في نشر التشيع، النشر للدين الحقيقي، لدين الله، لنهج رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أوصانا من التمسك بالكتاب والعترة. هذا هو الإصلاح الحقيقي. فمن تمسك بالولاية صلحت له كل الأمور، لأن الله عز وجل قد أنزل على نبيه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الولاية تعدل الرسالة بأكملها، فمن لم يأتي بالولاية لم يأتي بالرسالة. وهذه عودة إلى الحرم الشريف، إلى الحرم الطاهر، حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، ثار الله والوتر الموتور. من يجري الدموع وكان في الحزن جزوع، فالمصطفى يبكي دما لا زال ينهى، وفاطم قد أعول آه حسين. ولما التنيت بودمع